الحادي عشر من مايو ليس يوماً عادياً في مسيرة ثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة. في هذا اليوم عبر الشباب عن إرادتهم المتحررة من أثقال السياسة وأنجزوا هبتهم المباركة. أولئك الشباب الأبرار كانوا يسعون وراء هدف وحيد هو التغيير الناجد دون سواه، وكانوا على استعداد لدفع الكلفة مهما بلغت أثمانها. في عصر ذلك اليوم المشهود اندفع الشباب بعزيمة لا تلين وبوعي من يواجه أكثر الاحتمالات سوءاً، لأن احتمالاً واحداً مرجحاً هو الذي كان يعنيهم، إنه الانتصار على الدكتاتور وشق مسار التغيير والمضي قدماً دون توقف صوب تحقيق أحد أهم أهداف المرحلة المثقلة بالتخلف والفقر والفساد. زرع القاتل صالح قناصته في المنازل ونشر قواته في الشوارع المؤدية إلى رئاسة الوزراء، وكان على استعداد لعمل أي شيء حتى لا يتجاوز الشباب خطوطه الحمراء المرسومة حول المعاقل الرمزية لسلطته. عشرات الشهداء ومئات الجرحى حصيلة يوم دام لن ينساه التاريخ ولن يتجاوزه اليمنيون بسهولة. لم يكن ما فعله الشباب يوم ذاك تغريداً من خارج السرب أو سلوكاً منفلتاً من خارج الترتيبات التقليدية لثورة تسيرها الأحزاب، فقد نظر هؤلاء الشباب إلى الأمام ووجدوا الطريق مسدوداً، ورأوا السياسة وقد تحولت إلى أثقال من القيود والكوابح وأفخاخ من التسويات المشبوهة. كانوا يرون أن الثمن يجب أن يدفع لمرة واحدة ودفعة واحدة. لم يكن إذن ما أقدم عليه الشباب في ذلك اليوم خطوة في المجهول، بل كان تجسيداً ملحمياً لإرادة الله. ومنذ تلك اللحظة تسارعت الخطى وأصبح منصب صالح في مهب ريح الثورة التي لم تهدأ إلا وقد اقتلعته تماماً وإلى الأبد. مسيرة بنك الدم خلدت في التاريخ باعتبارها فعل أنجزه أبطال استثنائيون، وسجل رد فعل النظام عليها على أنه جريمة ضد الإنسانية لن تمحى أبداً ولن تسقط بالتقادم.